بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعطيكم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الفرق بين beside and besides. beside without is نستخدم كظرف زمان preposition of place، وعادة نستخدم الأماكن الحسية، فنقدر نقول put the chair beside the table، or we can say come and sit beside me. فالمقصود بكلمة beside تقريبا مثل معنى next to، بجانب أو بالقرب. Now besides with an s عادة نستخدمها preposition or adverb، إما ظرف أو حال، ونستخدم في الجملة to add information عساس نضيف معلومة جديدة. فنقدر نقول beside enjoying reading he loves riding horses، أو نقدر نقول you should do something else beside playing football. فمعنى besides هني في الجمل تقريبا معنى as well as، اللي هي معناتها بالإضافة إلى أو علاوة إلى. And we can use besides، نقدر نستخدم besides as an adverb كحال في الجملة لإضافة نقطة معينة أو نقطة مهمة للجملة. To add an important point، فنقدر نقول I want to go and lie down besides I have a headache. So beside with no s is for physical position، للأماكن الحسية لمعناتها next to، and besides إلى إضافة نقاط مهمة to add information to the sentences. يعطيكم الصحة والعافية. بعد ما عرفنا الفرق بين beside and besides، عندك اختبار صغير، اختبر معلوماتك بعد هذا المقطع وشوف نتيجتك. يعطيكم الصحة والعافية، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع ثانية.